افتتح الرئيس السيسي يرافقه السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند تطوير مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها. وأكد الرئيس السيسي أن الدولة تتبنى خطة لتطوير القاهرة التاريخية. ورحب السيسي بسلطان البهرة وتقدم بالشكر لطائفة البهرة للمساهمة في أعمال تجديد مقامات آل البيت. أولا لازم نشكركم على دائما تواجدكم ومساهمتكم في أضرحة آل البيت. احنا كنا من شهور قليلة في سيدنا الحسين والنهاردة في السيدة نفيسة، واحنا متحركين أيضا في ان احنا نكون أنجزنا السيدة زينب كمان. احنا فتحناها في رمضان للصلاة، لكن نفس الإجراء اللي بيتعمل هنا بيتعمل هناك. والحقيقة اللي بيتعمل ده في إطار خطة الدولة المصرية بتعملها للقاهرة التاريخية عشان نستعيد يعني مكانة مصر في هذا المقام التاريخي العظيم في القاهرة التاريخية. ويمكن احنا متحركين جايين هنا، شغالين دلوقتي في مناطق زي عرب اليسار ومناطق اخرى، الهدف منها وزي ما عملنا كده في منطقة مجرى العيون وغيرنا الواقع الصعب اللي كان موجود،